بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سأبين وأوضح ما قاله الأستاذ محمد قنديل في حلقة عن شيطنة الإمارات، وطبعا قال لك هيجي الدور على السعودية والأردن، ولازم هو يزج باسم السعودية في أي موضوع يخص الإمارات، وكأن المسألة يعني متعلقة إذا فعلت شيء الإمارات يبقى لازم السعودية تكون عملت زيها، وده غير صحيح. ليه؟ أنت النهارده لما تيجي تتكلم عن الموضوع وتفهمه للناس وتلقي التهم جزافا على حد إن هو عايز يشيطن الإمارات، وللأسف الشديد يعني من الذين هم تبع الحلف الرباعي، فده يعني تدليس وكذب على الناس، فضلا عن إن هو يتناول الموضوع، والموضوع تناوله من ناحية هو عايزها، هو قاصد يعمل كده على أساس يكذب ويدلس على المشاهد ويحاول يفهم المشاهد إذا كان الإمارات أنت هتشيطن الإمارات يبقى لازم تشيطن السعودية وكمان تاخد معاك الأردن في السكة. وقال كده بالحرف، لو إن في ثلاث دول عربية تعمل على إلحاق الضرر بمصر يبقى الخطأ في مصر، الخطأ عند مصر. تخيل انت بقى يجزم ويقول، يعني طبعا هو بيقول ايه، انا بفترض، لكن لا، انت مش بتفترض. يعني لو في مثلا اربع خمس دول كانوا مثلا بيعملوا حاجه زي كده يلحقوا الضرر بمصر يبقى العيب في مصر مش في الثلاث دول، ده منطق باطل. مين اللي قال لك كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اتكلم عن مساله مشروع دبي عسقلان اللي هو بين الإمارات وما بين إسرائيل. هو تناول الموضوع من زاوية، هو عايز يتناول هذه الزاوية نفسها. ليه؟ لأن في هذه الزاوية هو بيتكلم، طبعا عنده حق، لكن هو كذب ودلس في نفس الوقت. ليه؟ لأن اللي هو بيتكلم عنه مش هو ده الواقع ومش هو ده الصحيح، ولكنه محتمل في المستقبل. وانا دلوقتي هوضح لكم ازاي هو يعني تفنن في الكذب والتدليس على الناس دفاعا عن يعني ماذا اقول، يعني انا مش ضد ان هو يدافع عن الامارات، ولا انا ادافع عن الامارات، كلنا ندافع عن الامارات فيما هو حق، وفيما يعني لو راينا ان في شيء هيضر الامارات ندافع عنها طبعا، وهي ضمن الحلف الرباعي وهي دوله عربيه شقيقه. انا مش بتكلم في كده خالص، لكن انا بتكلم على انه هو حب يدلس على الناس، او مش حب، لا هو دلس بالفعل على الناس وكذب في مساله مهمه جدا. هي ايه؟ ان هو تناول مساله ان الخط ده خط سكه حديد هيطلع من دبي وهيمر بالسعوديه مرا بالاردن وبعد كده يدخل على اسرائيل، مع ان الكلام ده مش وارد خالص في الاتفاقيه اللي حصلت بين الامارات وبين اسرائيل. الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل هو خط أنابيب أو خط سكة حديد، يعني خط أنابيب أو خط سكة حديد اسمه خط إيلات عسقلان، يعني يبدأ من خليج العقبة، من ميناء إيلات على خليج العقبة لميناء عسقلان في البحر المتوسط. الخط ده إيه علاقته بالسعودية وإيه علاقته بالأردن؟ لما تيجي تتكلم أنت في هذه المسألة طبعا هو راح بك حتة تانية خالص، ودخل السعودية وحشر السعودية في النص وحشر الأردن معاها كمان، واشترط عليك لو انت هتشيطن الإمارات، مع ان مفيش حاجة اسمها شيطنة، احنا بنقول ان الشراكة في هذا المشروع يضر بمصر ويلحق الضرر بمصر. وانا هقول لكم دلوقتي تقرير هيئة قناة السويس ان المشروع ده اللي هو مشروع إيلات عسقلان مش مشروع اللي هو بيمر بالسعودية والأردن، خلي بالك، لأن المشروع ده أصلا مش قيد التنفيذ والسعودية ما وافقتش عليه من أساسه، وأنا جاي لكم في الكلام دلوقتي وهقرأ لكم المكتوب. طيب، يبقى احنا بنتكلم عن مشروع إيلات عسقلان، أيا كان سكة حديد، أيا كان خط أنابيب نقل للبترول للبحر المتوسط. يبقى أنت ليه تتكلم عن السعودية والأردن؟ هل السعودية والأردن يعني أرضها مشتركة من إيلات لعسقلان؟ عايزين نفهم عشان اوريكم بس حجم الكذب والتدليس اللي هو بيعمله على الناس، وبيعم الناس وبيغيب وعي الشعب المصري. والعجيب يعني هو مفيش حد اماراتي ممكن يطلع يتكلم عن هذا الموضوع
ولا هو لازم انت يا استاذ محمد مصري طبعا على اساس الناس تقبل منك هذا الكلام، يقول لك اهو مصري، هل مصري يعني مثلا هيضر مصر؟ لا طبعا الناس هي هتصدقك، لكن واحد اماراتي ممكن لا. لكن احنا بغض النظر الاماراتي مصري والمصري اماراتي ما عندناش مشكله، كل الناس اخوه، واللي يقول الحق يقول، ما عندناش مشكله خالص. لكن لما تدلس على الناس ما ينفعش استاذ محمد. تعال نشوف الكلام اللي اتقال في هذه المسألة. الكلام اللي انا هقراه عليكم من موقع المال نيوز بيقول ايه: لاقى الاتفاق الذي وقعته الامارات مؤخرا مع اسرائيل بخصوص استخدام خط انابيب ايلات عسقلان. ايلات عسقلان مش مرة من السعودية دبي مثلا عسقلان، او من لازم يمر من السعودية والاردن، لا. يبقى الكلام عن ايه؟ الخط اللي هو ايه؟ ايلات عسقلان، والذي يربط بين ايلات بالبحر الاحمر وبعسقلان على البحر المتوسط لنقل النفط الاماراتي الى اوروبا. طبعا ردود فعل واسعه حول تاثير هذا الاتفاق على مستقبل هذا النشاط على هيئه قناه السويس. واشار خبراء النقل البحري الى ان هذه ليست المره الاولى التي يظهر فيها تاثير من محاور مرورية عالمية على قناة السويس، سواء محاور في منطقة الشرق الأوسط أو عالمية، يكون هدفها الحصول على حصة من حجم المنقول عبر قناة السويس. يعني الخط ده اللي تتشارك فيه الإمارات مع إسرائيل، العدوة اللي انت قلت بلاش نخلق أعداء من بيننا، وإحنا عندنا أعداء كثر، ومن بينهم العدو الأول الإسرائيلي. فلو كانت إسرائيل عدو أول كما تظن أنت، فلماذا دولة عربية تضع يدها في يد هذا العدو؟ وليس يعني لم تجد مكانا، ولم تجد أي منطقة تستثمر وتكسب مال وتحصل على مصالح بعيدا عن هذا العدو، بدلا من أن تقوي اقتصاد هذا العدو وتقوي استثمارات هذا العدو وتنمي قوات هذا العدو. يعني الكلام يعني ينقض بعضه بعض، يعني كلامك متناقض لدرجة كبيرة جدا، لكن اللي يركز فيه كويس. خلينا نكمل الكلام. وأشار خبراء النقل البحري إلى أن هذه ليست المرة الأولى أنا ذكرتها. ويهدف الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي إلى إنشاء جسر بري لنقل النفط يوفر الوقت والوقود مقارنة بالنقل عبر قناة السويس، كما أنه يمكن نقل النفط من الإمارات وحتى ميناء إيلات إما عبر ناقلة للنفط عبر البحر الأحمر. يبقى النفط هيتنقل عبر البحر الأحمر ناقلات يعني سفن، تمام، أو عبر خط أنابيب اللي هو اتكلم عنه، خلي بالكم اللي هو اتكلم عنه، أو عبر خط أنابيب يمتد داخل الأراضي السعودية، كما أنه لم يتضح حتى الآن تكلفة كلا الخيارين، يعني ما لسه ما يشوفوش التكلفة بتاعت الخيارين. وما إذا كانت السعودية ستوافق على هذا المقترح من الأصل؟ يعني إذا ما فيش أصلا ده مقترح من الإمارات إن هم يعملوا خط يمر بالمملكة العربية السعودية، لكن الخط الأساسي اللي هو معروف هو إيلات عسقلان، واللي هو هيتنفذ تقريبا في حوالي 5 سنين وهيشتغل. يعني أصلا موضوع إن يمدوا خط أنابيب من السعودية، يعني من الإمارات للسعودية للأردن، ده أصلا يعني مقترح، وهل السعودية ستوافق على هذا المقترح من الأصل ولا مش هتوافق؟ فأنت ما تجيش تقول إن الكلام ده أنت بقى عايز تدلس على الناس وتقول كأن السعودية وافقت خلاص على الخط ده والأردن وافقت خلاص على الخط ده، خط أنابيب ضخ البترول يمر بالأراضي السعودية والأردنية إلى إسرائيل، طبعا إيلات عسقلان. لكن الخط الاساسي اللي هو معمول وتم الاتفاق عليه اللي هو ايلات عسقلان ملوش علاقه بالسعوديه خالص وملوش علاقه بالاردن، فليه التدليس؟ حتى هو بيقول لك ايه: وما اذا كانت السعوديه ستوافق على هذا المقترح من الاصل. دي حاجه، تعال نقرا برضه علشان خاطر ايه نشوف. اما اسامه عدلي مسؤول شركه وكاله الخليج أشار إلى أن الاتفاق سيكون منافسا بقوة لهيئة قناة السويس، والتي لا تمر منها كافة الناقلات المحملة بالبترول والغاز بسبب الغاطس الخاص بالقناة،
وأشار إلى ضرورة مراجعة تعريفة القناة من آن لآخر بخصوص ناقلات النفط والغاز حتى يتم القضاء على أي منافسات في مهدها كما حدث خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنه خلال العقد الماضي كانت هناك محاولات من هذا النوع من المنافسات لقناة السويس. يذكر أن خط الأنابيب المزمع تشغيله تم إنشاؤه في الستينات وتبلغ سعة نحو 600 ألف برميل يوميا وبسعة تخزينية تبلغ نحو 23 مليون برميل، وقد جرى إنشاؤه في أواخر الستينات بواسطة إسرائيل وإيران. وعندما اندلعت الثورة الخمينية في إيران، طبعا وقت بين الإسلامية الخمينية في إيران عام 1979، توقف استخدام الخط كقناة رسمية لشحن النفط الإيراني. من جانبه أشار المهندس وائل قدور الخبير الملاحي إن الجسر البري الإسرائيلي المزعم إقامته مع دول الخليج سيكون له تأثيرات سلبية على قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لمحور القناة، طبقا لما أعلنته الإمارات عن خط ملاحي منتظم من الإمارات إلى ميناء حيفا الإسرائيلي لنقل الحاويات ومنه إلى أمريكا عبر الخط الزم الإسرائيلي. كما تم الإعلان عن شراكة مع نفس الخط الخدمات اللوجستية ونقل البترول الإماراتي عن طريق خط خط إيلات عسقلان وتشغيل موانئ دبي لميناء حيفا ما يقرب من 25 عام على أن يكون حيفا بوابة داخل الخليج لأوروبا، بوابة دول الخليج لأوروبا عن طريق الجسر البري. يبقى إذن المسألة بنتكلم عن إيلات عسقلان، ما بنتكلمش عن خط هو أصلا لا السعودية وافقت عليه، وهذا هو مقترح من الإمارات على السعودية والسعودية ما وافقتش، الأردن وافقت، فأنت ليه حاشر السعودية في النص على أساس تدلس على الناس وتلزم بقى الناس اللي هي عايزة تقول أو يعني في وجهة نظرك أنت شيطان الإمارات، يبقى لازم تشيطان السعودية والأردن، مع أن السعودية ما عملتش حاجة عشان حد يشيطانها، والسعودية عمرها ما كانت شيطان ولا ياسين الإمارات عمرها كانت شيطان. أنت ليه كلمة شيطانة يعني؟ مش عارف يعني، ربما يعني تكون دي مثلا تقديرات استراتيجية هي في وجهة نظرها ان هي بتكسب، يعني بتجري وراء مصالحها وبتكسب من وراء هذا الاستثمار او هذه المصالح، لكن بتضرنا احنا، فاحنا من حقنا نقول يعني لا ضرر ولا ضرار. يعني انا مش ممكن اكسب على حساب دولة عربية شقيقة واقول دي مصالحي واضر بالاخرين. ما انا ممكن اعمل شراكة مع الدولة العربية وبدل الخط ما يمتد مثلا من إيلات إلى عسقلان يمتد من السويس لبورسعيد، لو هو عايز يعمل خط أنابيب مثلا بدل قناة السويس، مع إن المسافة مسافة قناة السويس أو مسافة من ميناء السويس من أول يعني خليج السويس للبحر المتوسط المسافة 193 كيلو، لما تيجي أنت تلاقي خط إيلات عسقلان تلاقيه 254 كيلو، يعني في فرق حوالي مثلا 65 كيلو او حاجه زي كده يعني. فانا عايز اقول لك ما احنا ممكن برضه احنا كمصر ان شاء الله ممكن نعمل مقابل هذا الخط، ممكن نعمل خط انابيب مثلا من السويس لبورسعيد بجوار القناه، نعمل خط سكه حديد برضه من السويس لبورسعيد ونطور برضه. دي اقتراح واكيد يعني الخبراء في مصر عارفين الكلام ده، لكن مجرد وجهه نظر. ويعني عايز اقول حاجه برضه في النهايه، دايما ابدا لما تيجي تتكلم في نقطه حاول انك تتكلم في النقطه المهمه واللي عليها الكلام، مش تروح لحته تانية على اساس تدلس على الناس وتعمي عليهم. وانا مش عارف ده لمصلحه مين، يعني مش عارف ده لمصلحه مين، وجيت في الاخر تقول هو بيقبض على مصر ولا بيعمل. لا يا سيدي، احنا ما بنقولش انت بتقبض ولا ما بتقبضش، لكن كلامك كله في هذه المساله كلام غلط وكلام غير صحيح، وانت كده دلست على الناس بكل صراحه وكل وضوح. بس انت تتكلم عن مشروع مقترح لسه مش هيتعمل ولا السعوديه وافقت عليه ولا اي حاجه، وسبت النقطه الاساسيه اللي هو توافق عليه وماشيين فيه وشغالين فيه. ليه انت بتتكلمش عن الحاجه اللي هي حدثت بالفعل ولما تحصل الحاجه الثانيه نتكلم عنها؟ ايه المشكله؟ وعلى فكره لو حصل اللي انت بتقول عليه ان الامارات عملت خط انابيب ايلات
عسقلان، وبعد كده مررت الانابيب من خلال المملكه العربيه السعوديه ومن خلال الاردن، مرة باسرائيل والحق الضرب بمصر، هنتكلم برضه. وانا يعني اعتقد ان السعوديه يعني اكبر من هذا بكثير، ولو هتكسب يعني مهما تكسب لا يمكن تضحي بثوابتها في سبيل المصالح والمكاسب كما يزعم البعض. السعوديه اذا يعني ارادت المكسب وارادت المصالح فهي يعني تحقق مصالحها ليس على حساب دول اخرى، وبالاخص تكون دول شقيقه، يعني اذا وجدت انها ستحصل على بعض المكاسب بإلحاق بعض الضرر لإخوانها وأشقائها، فأنا متأكد أن المملكة العربية السعودية، وهذا ظني بها، أنا لا أعلم الغيب، أنا لا أعلم الغيب، لكن هذا ظني بالمملكة العربية السعودية وبتاريخها، أن هي لأ مش هتضر حد في مقابل لو هتكسب مال الدنيا كله. ده اعتقادي وظني في المملكة العربية السعودية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع من فضله. إحنا مش ضد أن الدول أن تعمل لمصالحها، لكن لا تكون بضرر الآخرين أو على حساب مصلحة الآخرين أو يعني اللعب في أرزاق الآخرين. هذا هو، هذه المسألة، إنما هي لا شيطانة ولا غيره. ولو أن مصر عملت كده، لو أن مصر عملت كده، اتخذت أي خطوة بسبب مصالحها وهذه المصالح تضر بأي دولة شقيقة، أكيد هيزعلوا وأكيد هيقولوا ليه، وهيسألوا لو انت حطيت نفسك في مكان الاخر. فبلاش يعني انا مش عارف يعني ايه الداعي يعني او ايه المقابل، مش عارف يعني هل هو يعني مش هقدر اقول حاجه، خليني زي ما انا كده حاليا لغايه ان شاء الله كل الامور تتضح. نكمل بس. من جانبه اكد الدكتور محمد علي المستشار الاسبق لوزير النقل ان تنفيذ محطات حاويات في حيفا واشدود هي الحلقه الاخطر في ملف التطبيع الاقتصادي بين الامارات والبحرين واسرائيل الذي تدعمه بخط انابيب بين ايلات وعسقلان. يبقى اذا الامارات بتدعم خط ايه؟ انابيب ايه؟ ايلات وعسقلان، مش زي ما انت بتقول خط سكه حديد اللي هو يمر بالسعوديه والاردن. لو اتعمل الخط ده يبقى اطلع اتكلم وقول لنا زي ما انتوا بتشيطنوا معانا. احنا مش شيطانش حد يعني، بس انا على كلامه، زي ما انتوا زعلانين من الامارات ازعلوا من السعوديه والاردن، ساعتها بتكلم. لكن انت ما تجيبش كلام من عندك وتحاول انك انت دايما وابدا تزج باسم السعوديه دايما في كل حاجه على اساس انك انت تبرر لدوله او تبرر للامارات فعل ممكن يضر بينا. وفي الاخير انا بقول ان لو انا كدوله عربيه وانا اعلم ان اسرائيل دي عدوتي، فانا المفترض، انا بقول عن نفسي، انا ماليش دعوه بغيري، انا من ثوابتي ومن عقيدتي ان انا لا اعمل مشاريع معاها ان هي من شان هذه المشاريع تقوي اقتصاد هذه الدوله وتقوي اقتصاديا ولوجستيا. فانا المفترض ان حتى لو المشاريع دي هكسب منها انا ما اعملهاش. ليه؟ لان عدوي هيقوى. فانا ليه اذا كان هو عدو ليه انا اقوي اقتصاديا ولوجستيا اصلا؟ يعني ده المبدا. لكن احنا لو اتكلمنا بقى عن المصالح، وما المصالح، فهي المصالح في مناطق كثيره جدا. يعني ممكن هذا المشروع وباقل تكلفه واجدى نفعا ومكاسب يتعمل هذا الخط مثلا من السويس لبورسعيد في سيناء، او يتعمل خط سكه حديد عادي جدا. فطبعا احنا ممكن نعمله لوحدنا، ما عندناش مشكله. لكن حتى لو يعني في حاجات كتير جدا يعني ما هياش مثلا ما جاتش على مشروع يضر بدولة شقيقة ليا، ومش عايزني انا ازعل او عايزني انا اتكلم، مش من باب الشيطانة خالص، لكن من باب العتاب، من باب ايه ده نطرحه قدام الرأي العام ونطرحه قدام الشعب. ما عندناش مشكلة ان هذا المشروع يضر بينا، وتقرير هيئة قناة السويس ونشرته سكاي نيوز عربية ونشرته جرايد جريدة الوفد عن على لسان أسامة ربيع ان هذا المشروع سيقلل من ايرادات قناة السويس من 12% ل 16%. فانا عايز اقول طالما ان اسرائيل هي عدوتنا وتقر بانها عدوتنا، فلماذا نعمل معها مشاريع تقوي اقتصادها اصلا؟ تناقض عجيب وغريب. انما تتكلم لي بقى عن المصالح وما المصالح، اذا خلاص يعني احنا ندوس على عاداتنا وعقيدتنا وعلى
ثوابتنا وعلى ما بدأنا قصاد المصالح. طب ايه يعني فاهم ازاي انت؟ زي بالضبط كده واحدة يعني بتدوس على شرفها عشان تاخد فلوس، يعني هو ده ينفع ان انا اتنازل عن مبادئ عشان خاطر الفلوس، والعدو يبقى صديق عشان خاطر الفلوس؟ اظن يعني الفلوس ممكن اجيبها من اي حتة وبطريق كويس، وبطريق ان انا ما اقويش عدوي ولا يعني حد يلوم عليا في شيء. فهكذا المرأة البغي تتنازل عن شرفها مقابل المصالح والفلوس. هذا هو ردي، وريت تكون الرسالة وصلت، وبلاش تدليس على الناس، وبلاش كذب على الناس وتعمية للناس. يا ريت تتكلم في موضوع معين محق أو غير محق تتكلم فيه وتقول ما عندك، لكن بدون تدليس على الناس. فإحنا كل اللي بنعمله إن إحنا بنقول إيه اللي بيضرنا وخلاص. أنت عايز تعمله اعمله، ما عندناش مشكلة وخلاص. يعني بلاش تبرر ضررنا، يعني بلاش تبرر انت مصلحتك قصاد ضررنا، مع ان انا مبدأنا بيقول ان احنا لا يمكن ان احنا ننال مصالح او ان احنا نجري وراء مصالح، ويكون من شأن هذه المصالح الحاق الضرر بأشقائنا وبإخواتنا. هذا هو فقط، ونحن لا نريد إلا الخير فقط، ونريد بس نوضح الصورة للناس. هذا هو هدفنا، ليس هدفنا شيطانة أحد، بل هي الأفعال التي تحكم على فاعلها إذا كان هذه الأفعال تضر بأشقائها ولا لا. وغدا كل شيء حيظهر، وكل شيء حيبان، وحيظهر الإنسان اللي بيدلس ويكذب، وساعتها التاريخ مش هيرحمه، ولا الشعوب هترحمه، ولا كمان ربنا سبحانه وتعالى يعني سيتركه، بل يحاسبه على كذبه وتدليسه. والإنسان في النهاية لا تبقى إلا سمعته، بعد ما يموت هتفضل السمعة بتاعته وسيرته، لأن زي ما بيقولوا عندنا في مصر السيرة أطول من العمر. فكل واحد سيذكر بما كان يفعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرا مما يظنون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.